مساء الخير أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في كل مكان. وحشتونا جدا جدا. النهاردة حلقة جديدة وخاصة جدا من برنامج قد حلمك. ما حابة أرحب بضيوفي اللي منوريني النهاردة، معايا الفنان والشاعر محمد أبو يوسف. أهلا يا أستاذ محمد، فندم نورتنا. أهلا بحضرتك، ويعني شرف لينا بجد إن احنا نكون موجودين عندكم في القناة الجميلة والبرنامج الرائق دوت، يعني شرف كبير لينا بجد. اهلا بحضرتك بجد حضرتك. وكمان برضو عاملين فقره خاصه جدا في حلقتنا، حابه اقدم لكم وارحب بضيفتي الجميله نوره جاد، الشيف نوره جاد. اهلا بيكي يا نور. اهلا بيكي يا نور، اخبارك ايه؟ تمام يا حبيبتي. النهارده ناويه تعملي لنا ايه النهارده ان شاء الله؟ هنعمل مع بعض كب كيك الهوز، طريقته حلوه قوي وسهله والولاد بيحبوه. جميل جدا. طيب انت المقادير بتاعتنا ايه اللي هنشتغل بيها؟ هنا معانا كوبايه ونص دقيق، معاها كوبايه الا ربع كاكاو خام، وبيكنج باودر، وذره ملح، وهنا كوبايه سكر، ونص كوبايه زيت، وعلبه زبادي، وبيضتين، واتنين فانيليا. طبعا النهارده نوره محضره لنا حاجات جميله جدا في الحلقه وحلويات كتير، فهنشوف هتعمل معانا ايه. تمام، والمقادير هنا هتنزل على الشاشه دلوقتي. نرجع بقى لضيفنا الجميل اللي منورني في الاستوديو النهارده. ميرسي جدا يا فندم، ده من ذوق حضرتك. انا بس حابه بقى ان انا يعني استاذنك ان تتعرف نفسك للناس اكتر. والله محمد ابو يوسف من مدينه المحله. تمام. مشرف انتاج بشركه بالعاشر من رمضان، ويعني حابب اغني، حابب يعني اقول يعني الشعر اللي انا يعني بكتبه، الحاجه اللي انا يعني بحبها وكده. يعني فجيت يعني عندكم هنا يعني عشان برضو ايه الموهبه تزيد نوري باذن الله. طيب استاذ محمد، كنت حابه بس اعرف انت بدات ازاي الموهبه بتاعتك الجميله دي، وبدات تحس امتى ان انت عندك موهبه الغنى؟ يعني والله هي بدات من يعني نقول يعني من الاعدادي كده، يعني كنت يعني بدندن مع اصحابي كده وزمايلي في المدرسه، وبعد ما بنطلع مدرسه والكلام ده، فبدندن كده وموضوع مثلا من الواحد يقول تيرارا مش عارف الكلام ده، بص الام يا محمد ما شاء الله بجد انت حاجه كويسه، طب ما تقدم، طب ما تحاول حد يكتشفك، حد يعمل. بس يعني الحاج الله يرحمه يعني والدي وكده يعني يعني احنا برضو حابين نسالك انت حضرتك. ليه ما احترفتش الغنى؟ يعني ليه لحد الان انت ما كنتش محترف الغنى؟ يعني الوالد الله يرحمه هو اللي يعني كان مانعني وكده، قال لي لا ما تغنيش وبتاع، لان هو يعني كان يعني مؤذن للمسجد وكده، كان بيأذن يعني كان خادم في المسجد، فقال لي لا، قال لي يا محمد لا الغنى ما ينفعش، ومعلش يا ابني ما تمشيش في الموضوع ده. طب الله يرحمه بقى، الله يرحمه. حابه اقول للساده المشاهدين ان محمد محضر لنا حاجه اهداء للبرنامج تقريبا، ان شاء الله. صح كده؟ ان شاء الله. طب ممكن نسمعها سوا؟ ان شاء الله. قد حلمك، قد حلمك واقفه جنبك، احنا هنشيل مش عنك. مش المايك لا مش موجود. قد حلمك، قد حلمك واقفه جنبك، احنا هنشيل عنك همك، معانا هنرجع لك ضحكتك، معانا هتلاقي الصدق والوفاء، واقفين دايما مع الضعيف، بدايه مشوارك هنا عندنا، تحقيق حلمك وهوايتك برضه هنا، في زمن الكذب كل دقيقه، قد حلمك هي الحقيقه، اجري ورا حلمك مهما طالت السنين، قد حلمك هي الامل هي الحنين، قد حلمك هتمدلك ايديها، اهتمامنا هيوصلك لسقف الأحلام، شعارنا حلمك يوصل لأبعد مكان، مهما اتقفلت في وشك البيبان، حلمك يا فندم هو كل الاهتمام، قد حلمك أصل الحكاية، قد حلمك كل الرعاية، معانا سقف أحلامك عندنا. الجمال دوت يعني حاجه رائعه جدا جدا. طب احنا بس حابه اعرف انت ايه اللي رجع عندك يعني رغبه ان انت ترجع تدخل مجال الغنى تاني؟ يعني اصدقاء ليا كتير يعني وزملاء في العمل قالوا يعني طب ما تحاول يا محمد، او يعني تروح اي برنامج، او يعني توصل صوتك لاي حد، يعني الموهبه اللي عندك يعني ما ينفعش ان هي يعني تموت كده بسهوله. جميل. حاول تروح اي حد يكتشفك، حد كده يعني ان انت تظهر ان انا اظهر ان انا موهبة. يعني صوت يوصل للناس، او الشعر الكلمات اللي بكون قاعد كده يعني في لحظه كويسه، ساعات بحب اكتب حاجات. طيب. برضو
آه نرجع بس نشوف الشيف نوره الجميله عملت ايه. يا حبيبي تابع معايا. خلطنا كل المكونات كلها مع بعض، ومعانا المعلقه بتاعه الايس كريم او اي معلقتين. دلوقتي انت بتعملي الايس كريم. خلطنا كل المكونات اللي احنا قلناها بتاعه الكب كيك بتاعنا الهوهوز كلها مع بعض. المضرب مقاديرها نزلت على الشاشه بالظبط، بمضرب سلك عادي، بعجانه، بخلاط، باي حاجه موجوده عندنا. انا النهارده جايبه مضرب سلك عشان يبقى ابسط حاجه موجوده عندنا. اللي احنا يعني مش هنكلف حاجه، مش هنكلف نفسنا. ودي الصينيه بتاعه الكب كيك، ودي الكبسولات بتاعه الورق، دي اسمه كبسوله بتاعه الكب كيك. ودي المفروض معلقه ايس كريم، مش عندنا ما فيش مشكله خالص، معلقتين، لان الخليط ده بيبقى تقيل شويه غير الخليط بتاع الكيك العادي. جميل. ده بيبقى سميك شويه، محتاج هرجع لك تاني يا نوره، بس اسمع كده، نسمع، ممكن نسمع حاجه محمد؟ نبتدي بحاجه عن اشرف الخلق طبعا، يعني سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام، عليه افضل الصلاه والسلام. ونقول قمرون 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 سيدنا النبي قمرون، وجميل 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 سيدنا النبي وجميل، وكف المصطفى كالورد نادي الله الله، وذكره عم الايادي رسول الله يا خير الانام. قمرون 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 سيدنا النبي قمرون. وعليك يعني حاجه بصراحه ما شاء الله قويه جدا وموهبه قويه. طب انا بقى بمناسبه يعني اغاني حضرتك يعني حاجه جميله جدا، حابه اعرف راي حضرتك في المغنيين الجدد والاغاني اللي طالعه جديده دلوقتي، يعني بالنسبه وكلمات الاغاني يا استاذ محمد، يعني نوعيه الكلمات نفسها. لا طبعا هي يعني المهرجانات يعني في حد ذاتها، يعني بجد يعني الاحساس اللي جوايا او من رايي الشخصي، بحس ان هي يعني بوظت عقول يعني الشباب او يعني الاجيال اللي هي موجوده حاليا على الساحه وكده، يعني تحس ان هي بتاخدهم لحاجات بعيده عن الواقع اللي احنا فيه. وعندي احساس كبير ان هي، معلش في الكلمه، بتبعدهم عن الدين وعن الاخلاق الكويسه اللي اتربينا عليها بجد. شايف ان ده رأيي أنا. ان نوعيه الكلام حاجه اساسيه في اختيار الاغاني اكيد طبعا، وهي يعني مفيش فيها يعني الاحساس الحلو، ما فيش فيها يعني الذوق بتاع الفن الراقي بتاع زمان اللي كلنا طب يعني حضرتك اتربينا بتميل عليه. اكتر بقى للاغاني القديمه الفن والطرب القديم الاصيل يعني والاصاله والعراقه والاحساس اللي كان بيطلع من القلب وكان بيوصل يعني القلب. طب برضه نسمع يعني احنا الحلقه دي كلها حابين يعني نسمع كل شويه كده حاجه جميله من الحاجات اللي انت بتغنيها. قابلت كتير فرشول عشان الارض حرير، وشفت كتير وما شفت زي حبيب امير. قابلت كتير مانيش رايدة مانيش رايدة إلا هو، مانيش رايدة في البعد عشقك، في القرب عشقك زي العسل على قلبي هواك، زي العسل على قلبي هواك، زي العسل. جميل جدا، يعني جداً نوعية الأغاني كمان انت بتميل قوي للأغاني القديمة. الحاجات اللي هي طب محمد انت مين اللي بيدعمك بقى؟ يعني انت قلت لي في واحنا بنجهز حاجات كده قلت لي ان انا عندي 46 سنة. تمام. و ليه بعد يعني اتأخرت قوي دلوقتي؟ يعني ايه الفكرة؟ هل حد فجأة بدأ يعني انت قلت اصحابي بدأوا فعلا يكلموك، هل فعلاً في حد تاني كان بيدعمك ان انت ترجع؟ لا هو يعني حضرتك هو يعني كل العيلة او الموضوع عامة، يعني كانوا عايزين يعني يرضوا يعني والدي الله يرحمه، قالوا خلاص طالما يعني والدك محمد مش حاب موضوع الغنى وكده ومش حاسس ان هي حاجة كويسة، فانا يعني هم اصدقائي بس بصراحه، وال يعني زملاء العمل في الشركه اللي انا فيها وكده، حاولوا طيب ان هم نرجع بقى للشيف الجميله جدا.
ونتكلم على امبراطوريه نون. ايه موضوع امبراطوريه نون؟ امبراطوريه ان دي بدات في رمضان اللي فات، لا اللي قبليه. ان ولا نون؟ ان. اسمها امبراطوريه ان. لان انا واثنين بنات اخواتي طبعا واثنين صحابنا، احنا الخمسه نعتبر اسامينا بحرف النون. تبتدي بحرف النون، فسميناه الجروب بتاعنا اكل بيتي مع امبراطوريه ان. ده كان في الاول حاجه ليه، كان ان احنا كنا عايزين نعمل وجبات اقتصاديه باسعار تعتبر رمزيه، عشان اللي عايز يقدمها رمضان كمائده رحمن، او اللي كان عايز يطلعها لناس معينه، لفئه معينه من الناس. فاحنا بس كنا، انا سمعت ان الموضوع مقدير الجماعه الكب كيك هوز اللي احنا خلصناه كده زي ما انتم شايفينه، هو المفروض هيدخل على درجه حراره 180 درجه، بيقعد من 10 دقائق ل 15 دقيقه في الفرن على الرف اللي في النص. جميل جميل. نكمل موضوع. سمعت ان انت بتعملي، كنت وصلتي الموضوع نجح لدرجه ان انت كنت يعني عدد الوجبات اللي كنت بتعمليها في البيت يعني عدد كانت بتوصل تقريبا في اليوم من 100 ل 150 وجبه في اليوم. عدد زي ده يعني ما شاء الله، مش بس حاجه. بس كنت بستعان بقى بالجروب بتاعي لما بنوصل لل امبراطوريه نو بالظبط كده. امبراطوريه ان بقى عشان يبقى الاسم صحيح بالظبط. طيب يعني الاكلات الجميله اللي احنا شايفينها بتتعمل عرض على الشاشه ديت، انت بداتي تعمليها في البيت، الفكره جات لك منين يعني؟ انت بصي اقول لك يا رانيا، هو المفروض اصلا اللي بابايا شيف، يعني اصلا مدير مطابخ فندق كبير قوي في اسكندريه بقى له 30 سنه. الاكلات معانا يا جماعه على الهواء. فالموضوع وراثه شويه. ماما عندها حته ذوق كده في الاكل برضو، في الديكوريشن وبتاع يعني. والحاجات انت مش بس اكل، في اكل يا جماعه، هنشوف حاجات جميله جدا النهارده. ده من ماما اكل بقى. وديكور. فهي الناحيتين بقى بصراحه وراثه، مع ان انا عندي حافز للموضوع، فالحمد لله الموضوع فبدا يطلع الجمال اللي احنا شايفينه ده. طيب كنت برضو قلت لي في موضوع مهم، ان انت فكره برضو الدعم الاساسي لنوره اللي خلاها بدات تفكر في موضوع الاكل. انت قلت لي كلمه حلوه جدا، ان انا كنت عايزه اغني اولادي عن اي حاجه فيها مواد حافظه او حاجه يعني صناعيه. فبدات بالظبط، انا كان عندي ابني ممنوع اللي هو ياخد مواد حافظه خالص اي حاجه، وهو كان حابب يعني زي اي طفل، عايز كيك، عايز شيبسي، عايز الحاجات اللي احنا بنشوفها المصنعه دي كلها. فانا ده اللي خلاني اول حاجه ان انا اتعلم الحاجات دي بابسط طريقه، اعرف اعملها في البيت ويطلع الجوده كويسه زي اللي بره. فانا بالطريقه دي رحت مقدمه له بقى الكب كيك والجيرسي اللي احنا هنعملها للولاد كلها بتحبها، الحلويات اللي بالظبط كده اللي الولاد كلها بتحبها دي. عشان اعرف اقدم له حاجه يعني تبقى انضف ومضمونه وما فيهاش على الاقل يعني مواد حافظه. كانوا يعني حاجه عجبتهم جدا ان انت اللي بتعملي لهم الحاجه دي في البيت. طبعا ومبسوطين بيها فعلا. طيب كنت حابة برضو يعني أقول إن إحنا كده من هنا ممكن نقول الأمهات تبدأ تستعين، يعني الموضوع مش صعب. لا 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 خالص، الحاجات كلها بسيطة ومكونات بسيطة وإمكانيات بسيطة جدا، ممكن نفرح أولادنا بأي حاجة في البيت. مش حاجات بتبقى مكونات كتيرة اللي انت لازم نجيب كذا وكذا وكذا، زي ما انت شفتي احنا هنعمل هوز دلوقتي من ولا حاجة، عملنا الكب كيك وخلاص. طيب على ما نورة تجهز لنا احنا هندخله الفرن واوريكم النسخة. على ما تجهزها نرجع تاني نسمع بقى، احنا عايزين نعرف انت مجهز لنا ايه النهارده نسمعه؟ يعني حاجة كده عن يعني الرومانسية. تمام. لان يعني مفيش اجمل من الرومانسية بجد. حبيبتي حبيبتي شغال ولا ايه؟ حبك ملا عليا حياتي ودنيتي، ملا وجداني وكياني، وبيكي زادت فرحتي. كل يوم حبك بيكبر وبيكي ازدادت بسمتي. ياه ياه على القلب الكبير، ياه على ارتياح الضمير، بجد غيرت في حياتي كتير. مش هقول بحبك بقلبي ولا بعقلي، لأن القلب بيقسى والأقل والعقل بيحتار. هقول بحبك بروحي، لأن الروح هي حياة الجسد. اوعي في يوم تقولي بتحبني ولا بتحب أمك أكتر، لأن حبي حب أمي ملوش مثيل بين البشر. الأم هي يعني أول نبضة جوه قلبي. الأم يعني الأمان والحنان،
وكل ده مش موجود ما بين البشر. أيوة أيوة بحبك، أيوة بحبك حب حقيقي يا ملاكي، أيوة بحبك يمكن قد أوراق الشجر، أيوة بحبك يمكن قد حبات المطر، بس أوعي في يوم تخيريني بيني وبين أمي أغلى البشر. حبيبتي لا يكفيني أن أقول أنك جميلتي، ولا يكفيني أن أقول أنك ساحرتي، ولا يكفيني أن أتكلم عن سحر عينيك، لأنك فريدة من نوعك يا حبيبتي. سأجعل عيني تعبر عن ما عجز عنه اللسان، لقد خفق قلبي من أول ما رأيتك يا حبيبتي. حبيبتي ما شاء الله، برافو، يعني حضرتك عامل حاجة بجد مبدعة جدا. طيب عايزة بقى أسمع أغنية برضو، يعني نسمع كده أغنية بحبها جدا. أما براوة براوة أما براوة، دور حبيبي طراوة آخر طراوة، قلت حبيبي ملان وعطشانة يانا، أروح له ولا أروح وأشرب حدانا، أروح له ولا أروح وبلاش شقاوة. أما براوة براوة على الحلاوة، يا ناس لوموني لوموني لا ترحموني، بحب لوم العوازل مهما يلوموني، وانا وحبيبي يا عيني حلو حلاوة. أما براوة براوة على الشقاوة. جميل جميل. نرجع لنورة، ايه الاخبار، عملت ايه، ورينا كده ده إيه اللي احنا شايفينه الجميل. بعد المفروض احنا دلوقتي ده الكب كيك بعد ما بيستوي، تمام. احنا معانا دي بتبقى في كيس الحلوين، تمام. اي حاجه كده نروحوا فاتحين كده بيها فتحه صغيره، تجيب من اي مستلزمات حلويني. هو مع كيس الحلواني بتاع الكريم جونسي او الخرامه بتاعه التفاح، هنعمل بيها فتحه بالشكل ده. جميل. زي ما احنا شايفين، وهنحط هنا الكريم جونسي بتاعنا بالكيس بتاعنا، وبعد كده هنروح منزلينه الشوكولاته خام زي ما احنا شايفين كده، هننزله كده. والابيض والابيض دوت نفس الكريمه، هتحطيه في كيس وهتزوقي بيه باي شكل بقى انت حابه تعمليه. هنفتح بقى من النص كده هنلاقي من جوه الكريمه سايحه كده وجميله. يعني ده حاجه بصراحه، ولا كانها يعني في المحلات اللي هي بتبقى جاهزه بالظبط. يعني انت عامله الحاجه بطريقه جميله جدا اللي هي تجذب الاولاد فعلا. وانا يعني يعني لو طفل وشفت الحاجات دي مش هضطر فعلا ان انا اروح اشتري الحلويات اللي هي بتتباع بره وبتبقى مضره للاطفال. بالعكس احنا معانا حاجه نظيفه في البيت انت بتعمليها لاولادك بايديكي، ضامنه هي اتعملت ازاي، في نفس الوقت الموضوع مش مكلف زي ما نوره قالت لنا، بخامات بسيطه جدا. قدرنا نعمل كب كيك الهوز، وعملنا كمان الجيرسي اهو. طب ايه بقى الجيرسي؟ نتكلم برده جوز الهند، اللي هي الجيرسي دي عباره عن كريم جونتي وجوز هند وشوكولاته خام متسيحه على حمام ميه، او بديل الكريم جونتي اللبن الحليب المكثف. دي شوكولاته الجيرسي اللي هي الاولاد، الجيرسي للاولاد اللي احنا كنا بنحبها زمان الجميله دي. وانا برضه طيب بنسيح الشوكولاته على حمام ميه، وبن بعد كده بعد ما بنكورها كور بنحطها دقيقتين او ثلاثه الجوز الهند، وبننزلها في الشوكليت وبنطلعها بنحطها في ستيك، او لو عندنا الميني. انت عامله يعني عاملاها جايبه سلوفان وجايبه ساتان وعامله منظر، عشان الافكار دي كمان بتنفع بعد كده للولاد لما بيجوا مثلا عندنا حفله عشان نجحوا، او عندنا حفله بتاعه عيد ميلاد. الحاجات دي الافكار دي بتنفع ان هم يطلعوا يشتروا طبعا أي حاجات طبعا خلاص كده. اللي هو انا في كل البيت كل حاجه موجوده في البيت عندنا، فما ينفعش نشتري حاجه خلاص. جميل قوي وحاجه جميله. هرجع لك تاني بس اسمع حاجه من محمد. ماشي. ان طب ننقل دلوقتي. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني نقول حاجه يعني عن الام طبعا. ما في الصوت، الصوت قول الصوت شغال. الو شغال شغال. نقول حاجه طبعا عن الام، لان يعني فضل الام عظيم، ومهما عملنا ومهما يعني قدمنا يعني تضحيات عشان الام ما يجيش
حاجة بصي يعني من لحظة حنان أو لحظة عطف اديتونا من أول ما مع يعني وضعنا جسمنا على الدنيا بجد وحياة ربنا عندي حقيقة مش عشان كده ولا كده. ست الحبايب ومن غيرك حبيبي يما، ست الحبايب ومن غيرك حبيبي يما، حملت 9 شهور شفت الهوان يما، وضعت جسمي على الدنيا انت السبب يما، كبرت شلت الهموم كلك حنان يما، الدم اللي في عروقي ده دم مين يما، ده انا لا هشوف الخير في الدنيا ولا الاخره والجنه رخرى ما اشوفها الا برضاك يما. من مكاننا بقى بنوجه كده تحيه لكل الامهات في كل مكان، فعلا انت فضلك عظيم علينا. الام مهما نقول في الكلام او اغاني او اشعار ما فيش حاجه توصف مكانه الام وتعبها على اولادها، فدي حاجه بسيطه جدا يعني بنحاول نعبر بيها عن محمد، بيعبر بيها عن حبه للام او بيقدم بيها حاجه كلمات بسيطه شكر لكل الام. مهما عملنا مش هنقدر نوفيها حقها بجد. طيب انا بس كنت حابه اعرف كده انت ايه طموحاتك في المستقبل بالنسبه لموهبه الغنى؟ يعني ان شاء الله حد كده يعني يكتشف محمد او احاول يعني اظهر او احقق الحلم بتاعي اللي يدعم يدعمني او يحقق لي حلمي. ان انا من زمان كنت حابب يعني حاسس ان في يعني موهبه كويسه حلوه باذن الله كده. فالموضوع كله ان يعني والدي الله يرحمه هو اللي يعني كان مانعني وكان قافل يعني الطريق قدامي قال لي لا ما تقلقش. طب احنا دلوقتي بقى مش يعني لو انت ابنك بقى طلب يعني قال لك انا عندي موهبه الغنى وكده فبرضه هتتيح له الفرصه ولا هترفض؟ طبعا يعني ده فن وفن جميل يعني وفن راقي، بس المهم لما يغني يعني يغني الاحساس الحلو الجميل والفن الراقي جميل مش جميل. اي حاجه. انا بشكرك جدا وهنرجع تاني نختم باغنيه منك بس ارجع لنوره سريعا. نوره ورينا كده عملتي ايه؟ عملنا زي ما قلت لك الكب كيك الموز وعملنا الجيرسي بالطريقه اللي قلت لك عليها برضو سهله ما فيهاش اي حاجه، هو 3 مكونات بنحطهم على بعض بتطلع لنا الجيرسي. طيب انا بس حابه اشكرك واقول حاجه بسيطه بس ان فعلا يا جماعه امبراطوريه ان هم رجال المهام الصعبه في اي وقت هم بيقدروا ينجزوا اي حاجه اوردر مطلوب منهم او اي حد مش عارف يوصل لوصفه. كمان القناه بتاعتهم يعني انا عرفت ان هم القناه بتدعم امهات كتير وبيدوا وصفات كتير جدا من الالف للياء لحد ما يوصلوا الفكره بتاعتهم. حابه اشكرك ان انت نورتيني النهارده. شكرا يا رانيا، ربنا يخليك. وان شاء الله هشوفك كده اكبر شيء باذن الله. وحابه اشكرك يا استاذ محمد كنت منورنا النهارده. حضرتك وميرسي جدا على الوقت الجميل اللي قعدناه مع حضرتك ومع الاعداد كله وفريق العمل. ميرسي جدا لحضراتكم جميعا. احنا اللي بنشكرك والنهارده انت امتعتنا بالاغاني الجميله ديت. وحابه بس اقول برضو تاني وانوه ان احنا هنفضل ورا كل حلم لغايه ما يوصل. من برنامجنا دوت ان شاء الله هنبدا ندعم كل الناس اللي محتاجه. لو انت شايف نفسك في موهبه او حاجه محتاج توصلها ارسل لنا على رسائل البيدج برنامج قد حلمك مع رانيا جيت وان شاء الله هنوصلك وتيجي تشرفنا هنا في البرنامج وتوصل صوتك وحلمك. اوعى تسيب حلمك. محمد 46 سنه ما قالش انا خلاص بقى السن كبر او الكلام ده كله، بالعكس مفيش يأس. هختم بقى معاك باغنيه كده اخيره ان شاء الله. انا من عشاق عبد الحليم حافظ طبعا، يمكن تكون يعني اغنيه يعني حزينه شويه طب بس نسمعها سريعا نختم بيها. ماشي. اي دمعه حزن لا 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 لا، اي جرح في قلبي لا 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 لا، اي لحظه حيره لا 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 لا، حتى نار الغيره لا 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 لا، عايشين سنين أحلام دايبين في أحلى كلام، لا عرفنا لحظة ندم
ولا خوف ولا خوف من الأيام. شكرا اعزائي المشاهدين، نشوفكم ان شاء الله الحلقه الجديده الحلقه الجايه ان شاء الله على خير، ونشوفكم دايما مع حلم جديد باذن الله.